التوبة واجبة. قال تعالى: يا أيها الذين أمنوا توبوا إلى الله. توبوا ده فعل أمر، يبقى على الإنسان أن يكون دائم التوبة، دائم الرجوع لله تبارك وتعالى. التوبة عشان تبقى توبة صحيحة لازم تبقى توبة مطابقة للمواصفات، فليها سمات، ليها خصائص. أول سمة من سمات التوبة زي ما القرآن علمنا: إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب. إنك ما تأخرش الاعتذار سواء في حق الله تعالى أو في حق عباد الله، إنك لو غلطت اعتذر فورا، ما تأجلش. الأمر الثاني عدم تبرير الذنب أو عدم التبرير. يعني لما يبقى واحد اعتذر: أصلا أنا برضو يا رب، طب أصلا أنا يعني ما هو أنت يعني لا، هو أنا ببرر لربنا؟ أنا ببرر المصيبة اللي عملتها؟ لا، ما ببررش، اعتذر على طول. سيدنا أبو بكر الصديق حصل موقف ما بينه وما بين ثلاثة من الصحابة: سيدنا بلال بن رباح، سيدنا سلمان الفارسي، سيدنا صهيب الرومي. كل واحد من دول من حتة، ودول كانوا موالي، يعني ناس مش من أهل البلد. بلال بن رباح من الحبشة، وسلمان الفارسي من بلاد فارس، وصهيب الرومي من الروم، ودول كانوا موجودين في مكة يا حضرات، فكانوا مستضعفين، وبعد كده هاجروا للمدينة المنورة. وانت عارفين القصة بقى، وعارفين السيرة النبوية، والنبي هاجر وحصل ما بينه وما بين أهل مكة حروب، غزوة بدر جت وغزوة أحد إلى غير ذلك، لحد ما جهم صلح الحديبية. وبعد صلح الحديبية تم عمل حاجة اسمها الهدنة في صلح الحديبية ما بين مين؟ كانوا المشركين دول العدو الأول للإسلام، المشركين. فحصل هدنة ما بين المسلمين وما بين المشركين، جميل، اللي هي اسمها صلح الحديبية. في يوم من ذات الأيام أبو سفيان ماشي، أبو سفيان ما كانش لسه أسلم بقى، وده كان من أعداء الإسلام، قعد 21 سنة ما أسلم الإسلام، عمر الدعوة النبي قعد يدعو إلى الله 23 سنة، أبو سفيان أسلم بعد 21 سنة. طب خلال 21 سنة كان عدو للإسلام. فقعد الثلاثة دول مع بعض، بلال، سيدنا بلال طبعا، سيدنا سلمان، وسيدنا الصهيب، بعدين بيدردشوا كده. فمر عليهم مين؟ أبو سفيان اللي هو لسه ايه؟ ما اسلمش. فقاموا قالوا ايه؟ والله ما اخذت سيوف الله موضعها في عنق عدو الله بعد، ما اخذت مأخذها بعد. يعني الراجل ده تتقطع رقبته، ابو سفيان ده بيتكلموا، وهم في وقت ايه؟ ما ننساش ان هم في وقت هدنة، يعني في صلح ما بين المسلمين وما بين المشركين، بس هما بيقولوا الراجل اللي معدي ده عدو الله ولسه ما جاش وقته ان تتقطع رقبته. فمر سيدنا ابو بكر الصديق وهم بيقولوا الجمله دي، فزي ايه؟ بيعاتبهم. سيدنا ابو بكر ده كان ارحم امتي بامتي ابو بكر، النبي قال كده عليه الصلاه والسلام. وغلاوه ابو بكر كبيره قوي عند النبي، معزته كبيره قوي عند سيدنا النبي عليه الصلاه والسلام. فابو بكر بيقول لهم يعني: كيف تقولون هذا لشيخ قريش وسيدهم؟ ازاي تقولوا كده للراجل؟ يعني كانوا بيعاتبهم يعني. وبعد ما مشي احس ابو بكر الصديق: هو انا غلطت معاهم ولا حاجه؟ هو انا اشتديت عليهم في العتاب؟ طبعا انتم متعجبين زي انا بالظبط كده، هو ايه اللي حصل؟ ده بيقول يعني بيقول لهم: انتوا ليه بتقولوا كده للراجل؟ ما قالش اكتر من كده، لا شتم لا سمح الله ولا زق ولا ضرب ولا اي حاجه، الا انه وهو ماشي يعني بيقول: هو انا غلطت في حقهم؟ هو انا غلطت ان انا قلت لهم كده؟ طب انا هروح للنبي عليه الصلاه والسلام. فراح لرسول الله يحكي له، بيقول: والله يا رسول الله ده حصل كذا كذا كذا، ابو سفيان كان معدي، فهم انا سمعت الثلاثه دول بيقولوا والله ده لسه ما هو لسه ما انش الاوان ان الراجل ده تتقطع رقبته، فأنا دخلت عليهم وقلت لهم: إزاي تقولوا كده للراجل لشيخ قريش وسيدهم؟ ده سيد قريش وراجل كبير يعني، راجل كبارة، إزاي تقولوا له كده؟ هو أنا غلطت يا رسول الله؟ تخيلوا النبي يرد على أبو بكر يقول إيه؟ بيقول له: يا أبا بكر، لعلك أغضبتهم، ولئن كنت أغضبتهم، ده لو حصل إن أنت زعلتهم، فقد أغضبت ربك. عشان نحاسب على بعض شوية، عشان نراعي مشاعر بعض شوية، عشان ناخد بالنا من بعض شوية،
مش يقول لك سيبك منه ده نفرم واستغفر الله. ازاي بقى يعني؟ شوف ابو بكر بيحافظ على مشاعر الصحابه، ومهما كان قدر ابو بكر وغلاوه ابو بكر النبي بيقول له اوعى يكون زعلتهم يا ابو بكر، اصل لو انت زعلتهم لئن اغضبتهم فقد اغضبت ربك، ده لو كنت اغضبتهم. يا ما يجيش بقى ابو بكر بقى في الموقف ده يبرر يقول له بس اصل يا رسول الله كلمه زي كده لو اتقالت ربما تشعل نار الفتنه، فربما مش عارف ايه يحصل للمعاهده، ايه ان المعاهده يتم نقض المعاهده، فربما لا 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 ما بيبررش، خد الكلمتين وراح طيب خاطرهم. سيدنا ابو بكر الصديق، احنا نعرف نعمل كده؟ يعني حضرتك وانا وغيرنا تعرف لو لقيت مراتك كده، معلش يعني لو يا وشها شوية ما تعرفش تروح تطبطب، طب طب يا حبيبتي خلاص ولا تزعلي، تعرفش تعمل كده ليه؟ ومين اللي غلط؟ وانا اللي غلط؟ مش انت اللي قلتي؟ وهي تقول مش انت اللي قلت؟ انت اللي قلت؟ لا انت اللي قلت؟ لا ايه يا جماعة في ايه؟ لا حول ولا قوة الا بالله. من سمات التوبة الصادقة الناس الصالحين اللي بيشتروا رضا ربنا بيقعدش يبرر، بيقعدش لا انا في ناس كده بتجادل، وكان الانسان اكثر شيء جدلا، ما بيغلطش ابدا، ولما تيجي تقوله يقولك لا اصلي انا اصل انت ما خدتش، بتجادل في ايه؟ ما تقول خلاص يا سيدي انا بعتذر لك، ولا يا سيدي ادي راسك اديني ببص راسك. دي من الصالحين التائبين بيعملوا كده، ما بيبررش. الامر النقطه الثالثه من سمات التوبه تعظيم الذنب، ان العبد الصالح المؤمن يرى ذنوبه كالجبل يقع كأنه هيقع عليه، والمنافق يرى ذنوبه كالذباب بيطيروا كده. يقول لك ايه يا عم هو احنا غلطنا؟ اقول له انت احمد ربنا ان انا بصلي، انت هتبقشش علينا انك بتصلي. المؤمن لو عمل غلطة صغيرة يحس انها جبل هيقع عليه، يحس يا نهار ابيض لا 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 ده انا اتعب، ده انا بيتي يجرى له حاجه، ده انا غلطت، ده انا عصيت ربنا، وعمال يبكي على حاجه كده صغيره. يبقى دايما المؤمن من سمات التوبه انه بيعظم الذنب. النقطه اللي بعد كده من سمات التوبه عدم القنوط من رحمه الله. بنغلط وبنستعظم الذنوب بتاعتنا، بنقول يا رب احنا غلطنا وان كانت ذنوبي عظيمة فلقد علمت بان عفوك اعظم، انت عفوك اعظم من ذنبي يا رب، لانه عارف قول الله تعالى قل يا عبادي الذين اسرفوا على انفسهم لا تقنطوا من رحمة الله ان الله يغفر الذنوب جميعا. كده تبقى التوبة مظبوطة، كده تبقى التوبة سليمة، ان انا اول ما بغلط بتوب من قريب، التوبة من قريب بتوب بسرعة. اتنين ان انا ما بقعدش ابرر الذنب واقعد اجادل في اللي قدامي عشان اثبت له ان انا ما غلطتش، انا بشتري رضا ربنا. لا سيدنا ابو بكر ما جادلش مع سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام. بعد كده المؤمن يرى ذنوبه كالجبل هتقع عليه، فدايما بيستعظم الذنب، عشان كده تلاقيه يروح يبكي ويصلي ركعتين توبه لله ويسجد ويبكي، وانت تقول له يا عم دي حاجه بسيطه خلاص، يقول لك حاجه بسيطه ازاي؟ ازاي اعمل كده في جنب الله في حق الله؟ النقطه الرابعه انه مهما كانت ذنوبه وان هو مستعظم الذنوب بتاعته انه عارف ان عفو ربنا اعظم. قل يا عبادي الذين اسرفوا على انفسهم لا تقنطوا من رحمه الله ان الله يغفر الذنوب جميعا. إذا قال العبد يا ربي قد أذنبت، قال الله يا عبدي وأنا قد سترت. إذا قال العبد يا ربي لقد تبت، قال الله يا عبدي وأنا قد قبلت. اللهم اجعلنا لك توابين.